السلام عليكم ورحمة الله، معكم الفنان التشكيلي علو عبد الملك. المتحف الوطني للفن الحديث المعاصر راح يقدم لكم بعض الطرق والتقنيات في فن النحت. هذه الحصص موجهة للأطفال الصغار اللي حابين ينميوا المهارات نتاعهم في البيت. تبعونا مرحلة بمرحلة باش نتعلموا هذه الطرق. هذا القناع أو الماسك للفنانة الجزائرية والعالمية باية محي الدين اللي اسمها الحقيقي فاطمة حداد. هذه الفنانة العصامية يعني اللي تعلمت الرسم والنحت وحدها زادت في 12 ديسمبر 1931 ببرج الكيفان. كانت يتيمة الوالدين، رباتها جداتها ملي كان في عمرها 5 سنين. بعدها تبناتها معمرة فرنسية وهي اللي اكتشفت موهبتها ودعمتها. بعد ذلك تلقت بها بزاف فنانين ونقاد كيما جون بريسياك واندري بريتون وجون براك، اللي عجبتهم لوحاتها بزاف وأعمالها وداروا لها معرض في باريس. المعرض هذا حقق نجاح كبير بزاف خلاص، لدرجة أنه أشهر مجلة عالمية اللي هي مجلة فوغ حطت صورتها في الصفحة الأولى، وكان عمرها آنذاك 16 سنة. بعد ذلك تلقيت بايا بالرسام العالمي الإسباني بيكاسو. تنتمي أعمال ورسومات ومنحوتات بايا محي الدين إلى الفن البدائي أو الفن الساذج. هذه الأعمال تتميز بالبساطة والعفوية والتلقائية. الكثير من الناس ما يعرفوش على بايا محي الدين باللي عندها تحف وأعمال في فن النحت، ويعرفوا على بايا إلا اللوحات والرسومات اللي مشهورة بها. عليها حبينا نوري لكم هذه المرة أحد أهم منحوتات بايا محي الدين. أولا لازم تكون قدامنا قرعة ماء باش نشمخوا العجينة نتاعنا باش تكون توجور طرية. ثقبوا العجينة باش يدخل الماء داخل العجينة. حاولوا نقطعوها لأطراف صغيرة هكذا باش يسهل لنا التحكم في العجينة نتاعنا. كما قلت لكم توجور حاولوا تشمخوا العجينة نتاعكم لخاطر تنشف بالخف. بعد ما نعجنوها مليح نعود نلموا الأطراف مع بعضها. وهكذا نكون وتحصلنا على عجينة فليكسيبل وراح تعاوننا بزاف من بعد في الخدمة. كما راكم تشوفوا درك العجينة نتاعنا صارت جاهزة. نشفوا مليح على الماسك تاعنا كيفاش داير. نحكموا العجينة نتاعنا ونحاولوا نشكلوها على حسب الشكل تاع الوجه. شمخوا العجينة نتاعنا مليح. ونستعملوا صباعتينا باش نخدموا الشكل الدائري تاع الوجه. نوجد السطح تاعنا مليح اللي راح نرسمو فوقه الوجه ديالنا. كما شفتوا معنا رانا حضرنا العجينة نتاعنا باش تعاوننا في الخدمة، ومن بعد خدمنا الشكل الأولي. للحصة القادمة الجاية إن شاء الله راح نشوفوا المراحل المتبقية. بالتوفيق.